إن شاء الله هنتكلم عن الهايبرتنشن اللي هو مرض الضغط. طبعاً الضغط لا يقل أهمية عن السكر، وتقريباً مريض الضغط بيبقى مريض سكر، ومريض السكر بيبقى مريض ضغط. فبرضو زي ما عملنا في السكر هنعمل في الضغط، إزاي نشخص المريض، إزاي نعالجه، إزاي نتابعه. دي من النقط المهمة جداً اللي لازم ممارس العام يكون عارفها، طبيب الأسرة لازم يكون عارفها، البطنة طبعا في المقام الأول لازم يكون عارفها. الحاجات دي مهمة جدا، نتكلم كلام براكتس أكتر منه نظري، وده بناخده في يومين تقريبا، اليوم بيبقى 3 ساعات. شكرا جزيلا لكم.